مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. ناقش مستخدمي الانترنت مؤخرا ما إذا كانت مينجي عضوة فرقة نيو جينز مناسبة لتكون الوجه الإعلاني لمنتج عناية بالبشرة مضاد للشيخوخة من ماركة شانيل. منذ أن تم تعيينها كسفيرة جديدة للعلامة التجارية الفاخرة، كانت مينجي تروج لسيروم مضاد للشيخوخة يقدم العلاج والرعاية لخمس آليات مختلفة للشيخوخة داخل البشرة. ويقول البعض أن مينجي البالغة من العمر 19 عاما أي من مواليد 2004 صغيرة جدا لترويج لمستخدم مضاد للشيخوخة. ومع ذلك يجادل آخرين بأن العلامات التجارية أصبحت تستهدف بشكل استراتيجي العملاء الأصغر سنا باستخدام نوع جديد من المنتجات المضادة للشيخوخة، قائلين إن النساء في عقدهن الثاني غالبا ما يبدأن الآن في تطبيق طرق للحفاظ على جمالهن الشاب وزيادته في محاولة لتأخير العلامات المرئية للشيخوخة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أني وقصيكم سميدة.